اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. مع اسرار الحياه هنتعلم وهنستفيد من كل جديد، وكل سبت وكل جمعه معانا ضيف هنتعلم سر من اسرار مهنته. بس قبل ما ابدا حلقتي اصبح على استاذتي استاذه ايه. اهلا وسهلا استاذه ايه، صباح الخير. صباح النور عليكم، صباح الفل والورد والياسمين. طبعا موضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن الفضه. الفضه اللي مهما مر عليها عصور وزمن بتفضل بجمالها. مش عارف موضوع حلقتي كالعاده، هسيبه للاستاذه هند. عارفين طبعا النهارده هنتكلم عن موضوع يهم كل بيت في مصر. النهارده هنتكلم عن الفضه، ولما نيجي نتكلم عن الفضه هنتكلم عن التاريخ، عن العظمه، عن الاصاله. مهما يمر عليها الزمن بتفضل بابداعها وتالقها ولمعانها. مهما يمر الزمن بنفضل محتفظين بيها، بنقدر ان احنا نلمعها في اي وقت وفي اي حته باختلاف الاكسسوارات التانية. هنتكلم النهارده عن الفضه وعلاقتها بصحة الإنسان. طبعا أنا مش هقدر أخش في الموضوع غير لما معانا قائد من قوات الفضة أستاذ جورج. أهلا وسهلا يا أستاذ جورج. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك يا أستاذ. قبل ما نبدأ بس موضوع حلقتنا عاوزين نتعرف على حضرتك وشغل حضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. هو حضرتك أنا أصلا بدأت في الفضة، يعني من أسرتي كلها من البداية كلها فضة ودهب. تمام. بس أنا اتجهت أكتر للفضة. ليه؟ لان هي الفضه اصلا جذابه للانسان. أيوة. جذبتني من طفولتي. اللي هو كملت فيها بقى، يعني لما طلعت من قصه الذهب دي خالص وبقت حياتي كلها هي جوه الفضه بس. هو ايه اللي خلى حضرتك تخش في عالم الفضه، او ازاي دخلت في عالم الفضه؟ الجذبيه بتاعتها، يعني انت برضو فعلا. كنت مولود جوه اسره كلها بتشتغل في الذهب او هم كلهم بتوع ذهب، بس انت كنت حابب دايما تبص عينك تلاقي رايحه للفضه اكتر. اذا كنت على الاستخدام الشخصي وانت طفل، يعني ما بتش عايز تلبس ذهب بس انت بتروح تشتري فضه. فلقيت الموضوع من طفولتك، يعني من وانت صغير بتحب تتعامل مع الفضه. هي في طبيعتها هي حاجه جذابه، يعني هي حتى الفلاسفه الصينيين زمان قالوا ان هي مرتبطه بالقمر كلونها، عشان هي لونها ابيض فهي جذابه وبتدي راحه نفسيه. فدي ده كان دخولك في الفضه بقى من وانت طفل، يعني فاهمه ازاي؟ مش من بدايه عمل، لا انت حبا في الشيء، يعني انت داخل الحاجة المجال ده عشان بتحبه عشان انت متجاوب معاه، وهو جذبك ليه في تشكيله وفي الوانه وفي برقته. البريء بتاع الفضه اصلا جذاب عن الذهب بكتير، يعني أكيد. تحس ان انت لو واقف قدام باترينه الذهب تستريح. بتاخد طاقه عاديه، انك لما بتاخد تقف قدام باترينه فضه بتاخد طاقه ايجابيه، تحس ان انت السلبيات اللي جواك راحت. او الايجابيه اللي جواك دي مش بقت اكتر. حتى لو اقول لك لو انت رايح مكان هتبقى فيه نوع من المشاكل او الكلام الكتير او لا، البس حاجه فضه او خلي الفضه دي هتديك طاقه ايجابيه اكتر في التعامل. طيب استاذ جورج، ازاي بتحدد سعر الفضه على حسب نوع الشغل ولا الوزن؟ بصي، الفضه فيها انواع كتير جدا. تمام. تبتدي مثلا من المصري، والمصري عندنا بيتقسم لكذا جزء. من 800 ل 900 ل 925. تمام. خلاف الفضه المستورده هم بيتبعوا عيار واحد اللي هو 925، اللي هم بيشتغلوا من الخام على طول انتاجا تنزيلا للخام 900 اللي هو الثلاث ساعات لغايه 925 ويبداوا يصنعوا منه. ايوه. فده الاختلاف اللي بينهم بيحدد، ده اول مبدا بيحدد السعر. ثانيا، ان الفضه لما بتتشكل على انواع، يعني ممكن لو انا بشكلها على انواع عاديه بدون فصوص او سلاسل او الكلام ده كله تبقى الاسعار فيها اقل شويه نسبيا، انما لما بدخلها فصوص وداخلها شغل كتير وبتبقى متميزه ان هي واخده شغل الذهب اكتر. فبالتالي بتبقى سعرها اعلى شويه نسبي، لان انت بتاخد شغل وتشكيل اكتر ووزن اخف. معقوله؟ طبعا. الوزن بيفرق. الفضه ليها انواع؟ طبعا. في عندك مصري، في ايطالي، في تركي، وفي تايلاندي، بتتنوع كتير في كل دول العالم بتصنع. بس بترجع هنا طبيعه الذوق بتاعت الدوله بيتماشى معاك ولا لا. اذا كان التركي ففي ناس بتحب التركي كتير على اساس ان هو يعني التشكيل بتاعه بيبقى قريب الشخصيات الاسلاميه بتاعتنا والتركيبه الاسلاميه والكلام ده كله. انما الفضه الايطالي بتتميز ان هي بتديك الرو اللي هي الحاجات السيمبل، الحاجات البسيطه. تمام. الحاجات اللي بتديك شكل الذهب الابيض بالاخص يعني. بس. والفضه المصري بقى عندنا الشغل العربي اللي احنا بنتمتع بيه، اذا كان مثلا في كوليهات والكلام اللي هو بيبقى متلصق بالفصوص والحاجات دي كلها والاحجار والكلام ده كله. وبرده عندنا في الشغل اللي هو الحريمي عندنا بنقدر نتنوع فيه كتير، بندخل فيه كل حاجة، بنقدر نعمل منه انسيالات بكل أشكاله. تمام. كل الكلام ده كله زي ما احنا حضرتك شايفين كده. جميل، ممتاز. في شغل بتعمله حضرتك بإيدك الشغل أو بتكتب عليه؟ بصي هقول لحضرتك على حاجة. هو الشغل لازم يكون اللي بيشتغل في الفضة ده بيبقى فاهم بداية التركيب بتاع الفضة دي، الأيونات بتاعتها بتعمل ايه حتى، تمام؟
فانت عندك النهارده الشغل اللي هو اللي انت عايزه تقولي اللي هو الهاند ميد. الهاند ميد اللي حضرتك بتعمله على ايدك. فده بيبقى برضو شغل انت بتعمله وانت عارف ازاي بتبداه. تمام. ازاي بتبدا تعمل القطعه الفضه اللي انت هتشتغل عليها، وازاي تصمم الجزء اللي انت عايز تنشره او تصممه. بيبقى صعب ان انت تمسك ايدك وتظبطه، او مش صعب مع التداول. مع التكرار ان انت بتعمل الشيء بتبدا تحترفه خلاص. تمام. فالشغل الهاند ميد ده كله بيعتمد على تفكيرك انت عايز تعمل ايه او انت محتاج تعمل ايه. فاحنا طبعا عندنا فكره الاسامي بتاعت الصدر دي كلها بتتعمل، والانسيالات والكلام ده كله، والخواتم اللي بتكتب عليها اسامي. كل ده بيتعمل هاند ميد، بتصمم القطعه وبعد كده تبدا تقطعها وتعمل منها اذا كنت عايز تعمل خاتم، بعد كده تبعته يتكتب ويتقسم ويتعمل ده كله. عندك ورشه كامله بمعنى اصح في المكان اللي حضرتك بتشتغل فيه؟ بصي مش هتقدري تقولي ورشه كامله، لكن انت بتعمل ايه، عندك زي مركز صغير لصيانه ما بعد البيع. اكيد طبعا كل واحد بيشتري حاجه بيبقى عايز يعمل لها صيانه، فبالتالي انت لو انت ما عندكش الاوبشن ده بتبقى بتضطر بتوديه بره، وده بياخد وقت وبرده مش بيبقى بايدك، انت مش تعرف هو بيتعامل معاه ازاي. بخلاف لما انت بتتعامل مع الجزء حتى من بدايه وانت بتشتريها، عارف الجزء ده بتتعامل فيه ازاي، تصغره تكبره تطوله تقصره، تقدر تتحكم فيه فاهم في بمعنى اصح شغلك انت عاوز تطلعه ازاي. برافو عليك، بالظبط كده. فده بتبقى واصل للهدف حتى مع الزبون، بتوصل له اللي انت اللي هو عايزه. اذا كان اشترى خاتم مثلا وعايز يظبطه على المقاس بتاعه، فده بيبقى بشكل ايجابي وسريع، بتستلمه بعديها بنص ساعه لمسافه وقت تقفيل الجزء ده، ويرجع زي ما كان وتستلمه وتمشي. ما بيبقاش في اي اثار ولا اي حاجه، طالما انت عارف بقى شغلك ازاي بتقفله وتقدمه للناس. بس يا استاذ جورج برضو بنواجه مشكله، ان احنا لما بنيجي نشتري الفضه سعرها غالي، لما نيجي نبيعها سعرها يقل غير الذهب خالص. بصي حضرتك، هي الفضه قيمه معنويه، ما هياش قيمه ماديه. تمام. فبالتالي تلاقي الناس دايما بتحب تقتنيها، لان الاقتناء فيها عامل زي اللي بيشتري تحف، بيشتري انتيكات. فهي نفس الفكره، انت مش بتشتريها اساسا عشان تبيعها، المفروض ان انت بتشتريها للزينه وفي نفس الوقت للاقتناء. يعني انا بعتبر ان الفضه اللي بيشتريها زي اللي بيشتري اي حاجه مثلا انتيكات وبيخليها عنده، زي الهدوم. يعني احنا بنشتري هدوم وبنبيعها؟ لا طبعا اكيد بنشتريها، بيبقى عندي اكتر من هدوم بنزل بيها واكتر من طقم بقدر اشكله. نفس القصه لو انا عندي مثلا خاتم بفص ازرق وبخرج مثلا لابس بليزر زي النهارده كده، بقدر اطقم ده مع ده. مش شرط ان انا زهقت منه اقلعه وابيعه، لا انا ممكن اخليه يبقى عندي واحد اسود بلبسه في الخروج. في ناس بتحب الاقتناء، ان هو بيقسم نفسه بالاكسسوار ده. بس طبعا الفضه مش اكسسوار، هي برضو خامه ثمينه ليها قيمتها. لا ده ليها تاريخ طويل طبعا، الفضه نتكلم عليها ليها تاريخ. طبعا المصريين كانوا بيستخدموها حتى في تنقيه الميه، ان هي فعلا طارده للبكتيريا. يعني اي بكتيريا، حتى في اشخاص بيلبس مثلا الفضه يقول لك اسودت معاه. خد بالك هو في جزئين في الحته دي. الجزء الاولاني لو انت ممكن يكون املاحك عاليه او البكتيريا اللي بتهاجم جسمك دايما قويه، فهي بتاخدها عندك. تمام. فبالتالي بتلاقيها بتسود معاك. عكس في يعني من فوائدها برضو ان هي بتمتص البكتيريا منك. طبعا. جميل. ده حاجات علميه ومظبوطه، والناس لو دخلت على الانترنت هتلاقي يعني الكلام ده موجود. يعني الفضه ليها فوائد على صحه العامه. اكيد طبعا. من اول الفوائد اللي هي العامه ليها، ان الفضه الايونات الموجبه فيها بتاخد الطاقة الكهرومغناطيسية اللي بتسببها الأجهزة اللي احنا بنستخدمها طول النهار زي الموبايل. تمام. والكمبيوتر واللابتوب والحاجات دي كلها. فطبعا يقول لك لما انت تلبس حاجة فضة هي بتاخد الطاقة اللي هي بتجتذبها دي وبتعكسها عليك زي المراية بالظبط. زي الضوء لما بيجي على المراية بتعكسه، نفس الفكرة بالظبط. الأيونات الموجبة اللي فيها بتعكس الطاقة الكهرومغناطيسية اللي بتكتسبها جسمك للأجهزة دي تاني، فبتبقى عاملة لك زي جزء من الحماية من البكتيريا. حلو جدا. طبعا طبعا الفضه مش مجرد ان انت للزينه، ده ليها فوائد تانية كتير جدا. روحانيات كمان، بتخش في الروحانيات برضو. عشان نقول ليه من الروحانيات، لان يقول لك مثلا لو بيجي لك كابوس او مش عارف ايه بيلبس حاجه فضه. فعلا، لان هي بتعطيك طاقه ايجابيه وراحه نفسيه. يعني انت لما تلبس حاجه فضه هتحس عندك في ايجابيه وفي راحه داخليه. تمام. نفسيه ليك. فعشان كده دايما الروحانيات بيشتغلوا على الفضه دي. تمام. طب وجهه نظر حضرتك ازاي يحافظ عليها؟ يعني كل واحد معاه فضه في البيت ازاي يحافظ عليها؟ بصي حضرتك، هقول لحضرتك، هو انت كونك ان انت تسيب حاجه لونها ابيض في العراء كده، بالتالي هتبقى لونها مش ابيض. اكيد. فالعوامل الجويه بتاثر طبعا مع الفضه وبتتفاعل معاها، لان الفضه موصل للحراره وموصل للكهرباء. تمام. فبالتالي انت لما بتسيبها هي بتكتسب
وبتتفاعل مع الجو، فاللون بتاعها هيبدا بيتغير. لو انت حتى عايز تعزلها وتقدر تحافظ عليها فتره طويله، ممكن بتحطها في كيس محكم مقفول، كيس بلاستيك مقفل بيبقى مقفول ليه ستوك بتاعه بيتقفل. تمام. اه بالظبط كده. انت كده عزلتها شويه عن الهواء، بس برضه هتحتاج الفتره ان هي تتلمع وترجع تاخد البريد. ازاي بقى تتلمع؟ بص، تتلمع دي في كذا طريقه. يعني لو بنتكلم مثلا عن الحاجات اللي بتبقى ملسه زي الاجزاء دي كده، زي السلاسل مثلا، او الحاجات اللي هي لونها زي الخواتم الرجالي، الشغل اللي هو الابيض من غير فصوص خالص. تمام. ده هيتلمع بالكربوناته والميه. ازاي؟ هبتبل القطعه دي ميه وبيجيب كربونات ناشف، وبتبدا تعملها زي العجينه كده في ايدك. تمام. هتلاقيها بتشيل كل الاكسده اللي هي بتبقى موجوده طبق السودا. سهله. اه سهله، الطريقه سهله، بكل يقدر انه يستخدمها. تقدر تشطفها وتشطفها اي منديل ناعم او اي حاجه تكون قط، هتلاقيها جابت معاك ايجابي وبدات لونها ايه يرجع لرونقه تاني. تمام. بالنسبه للحاجات الحريمي بتبقى داخلها دايما اكترتها فصوص، فبتبقى محتاجه ميه دافيه، ميه عاديه جدا من السخان، وشويه ميه مثلا اي صابون سائل مثلا بنستخدمه، وتسيبها مثلا لمده 10 دقائق، وبعد كده هتلاقي كل الفصوص دي نزل كل الشوائب اللي بتبقى داخل الفصوص من جوه، وهتلاقيها لمعت وخدت البريق بتاعها تاني. تمام. وهتبدا تنشفها برده بمنديل او باي حاجه قطن، هتلاقيها لمعت معاك وخدت اللمعه بتاعتها تاني. سهله بقى يعني التلميع والبريق الجامد ده بيبقى محتاج اجهزه، وده موجود طبعا في مصر دلوقتي من فتره طويله. ان انت تقدر ترجع الجزء بتاعك زي ما بتشتريه، زي ما انت بتقدر ترجعه تاني بعد الاستعمال، مكان بقى نفس اللون بتاعه. يرجع زي ما كان بالظبط. تمام. ده كله ده موجود على الدنيا حاليا. يعني مش ملاحظ يا استاذ جورج ان الفضه اصلا يعني بسم الله ما شاء الله نقدر ان احنا نستخدمها مدى الحياه، غير الاكسسوارات الثانيه نلمع ننظف نعمل، لكن الاكسسوارات الثانيه مش هنقدر لها عمر مش هنقدر ان احنا نلمعها ونعمل فيها كده. بصي، هو الفضه هتلاقي دايما انت بتقتنيها وبتقدر تقدمها كهدايا للناس، بتقدر تحتفظ بيها هي اكتر هدايا هدايا الفضه. الفضه بتفضل معاك طول الوقت، وبتقدر الناس ان هي تحتفظ بيها لذكريات. تمام. خلاف اي هديه تانية ممكن تجي لك يعني. تمام. طيب يا استاذ جورج، دلوقتي عايزين نعرف، عرفنا ان برضو من حضرتك ان انت من افضل الناس كتابه هاند ميد. نشكر ربنا. في كتابه بقى الانسيالات، الدبل، الحاجات ديت، احنا عايزين نعرف بداتها ازاي. بدات الموهبه اصلا ان انا اشول يعني. فطبعا دايما تلاقي من الناس الشول دي اللي بيكتبوا خط في الكتابه العاديه، بيكتبوا خط حلو قوي، بيعرفوا انجلش. انجلش او عربي زي ما انت عايز. فطبعا لما جيت دخلت في عالم الفضه، فطبعا من اهم حاجه ان انت بتشتري حاجه فضه عايز تكتب عليها الذكرى بتاعتها او تكتب عليها حرف او اسم. تمام. ده شيء معروف عن معروف. فبدات من هنا احط نفسي في الحته دي لغايه ما وصلت يعني المكان كويس، وبدات تميز نفسك. يعني بدات مش مجرد كتابه عاديه، لا، بدات تعمل حاجات تقرب للكتابه الكمبيوتر. لان يعني في حاجات برضو ما بتنفعش تتكتب بالكمبيوتر لاماكنها مزنوقه، انا بقدر اعملها بالكلام ده. فبدات اوصل يعني الناس بدات تشجعك. معانا فيديو على ما اعتقد والاستاذ شغال في الموضوع ده. حتى يمكن عمر بتوعنا من مثلا يعني من 20 سنه بيبقوا شارين منك دبله وكاتبين عليهم الاسم، يقول لك انا اتجوزت وجيت لك والدبله لسه مكتوب عليها وانا محتفظ بيها لاجل الكتابه، عجباني ومبسوط بيها. يعني كانت ذكرى كويسه. هو مش كتير بيكتب برضو، يعني مش كتير بيعرف يكتب على الدبل والحاجات. لا، دايما الستات بتبقى عايزه تكتب يعني. طبعا مش كتير بيعرف، لكن اللي بيحب يكتب كتير، بس اللي بيعرف لا قليل. في تخش في مكان تقول له عايز اكتب، فبيقول لك ما تسيبها لي واسلمها لك بقى. لا، انت فعلا ده اللي بيحصل. احنا معانا الفيديو حاليا بيتعرض. معانا الفيديو بيتعرض لحضرتك. بس شغل صعب برضو، يعني تعمل على حاجه بسيطه صعبه. ما هي بتبقى محتاجه تركيز منك، وفي نفس الوقت تحكم. انت تقدر تتحكم فيها يعني. بس لا، شغل في منتهى الجمال. لا يعني بص حضرتك المسكه كمان. ما هي دي الطريقه التحكم فيها، ان انت تقدر تتحكم في الجزء اللي تحت ايدك، وتقدر تكتب في اقل مساحه. تمام. تحط الجزء ويبقى واضح، مش مجرد بس شخبطه او حاجه. لا لا زهرة. لا، وهيبان في الاخر. يعني ده كان انسيال ذهب. كان حد بعتولي عايز يكتب عليه اسمي. صعب يعني، انا حاسه اني لو لا قدر الله ايديك فلتت ممكن يعني تتعور. صح. لا مش للدرجه دي. يعني هو سامع يعور يا ما تحت ايدك هيبوظ. فما فيش مجال للخطا. تمام. لازم تبقى مركز كويس جدا عشان تطلع القطعه للزبون او للعميل اكيد على اكمل وجه، ويبقى مبسوط بيها كمان. تشوف الفرحه في عينه، مش مجرد ان هو بنفرح احنا بالكتابه دي جدا. هو كتير بيطلب من حضرتك شغل زي كده.
ايه ده؟ كتير بيطلب منك تكتب له. اه طبعا هو عايز يحتفظ بيها يعني، مجرد ما هو خدها واقتناها وبقت بتاعته فهو عايز يكتب عليها ذكرة اسمه او اسم بنته او اسم ابنه او اسم المدام، فهو عايز يحتفظ بيها معايا خلاص يعني. اكيد اكيد. استاذ جورج، زمان سمعنا مقولة ان اوعي تلبسي الفضة جنب الذهب، الذهب او الفضة هتاكل الذهب. خلينا نتكلم، كنا بنخاف من الموضوع ده، فانا كنت عايز اعرف ايه وجهة نظرك. بصي، هو عشان نتكلم بصراحة، احنا اي تآكل، اي احتكاك في تآكل، فده طبيعي. بس تمام. مفيش، هما مش هيأثروا ببعض، ان ده ليها ايوناتها ودي ليها ايوناتها. لا بس بنسمع ان الفضة بتأثر على الذهب، بتطفي لون الذهب في الجرامات، ممكن يقل الكلام ده. بصي هقول لحضرتك على حاجة، هي بالطبيعي الفضة الخامة بتاعتها طرية عكس الذهب، الذهب ناشف، فبالتالي لو هنتكلم على التآكل فهيجي في الفضة مش هيجي في الذهب. بدليل ان احنا الشغل المستورد كله او الايطالي عامة بيبقى مطلي بليت الذهب ابيض. فازاي هنطلي حاجة بحاجة هي هتاكلها؟ لا طبعا كلام مش منطقي. يعني المقولة دي خاطئة، يعني عادي ممكن يلبس الفضة على الذهب مفيش اي مشاكل. لا 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 ولا اي شيء، تعاملي بكل طبيعتك عادي. تمام. معنا مداخلة تليفونية. الو. الو. ايوه السلام عليكم. استاذ تامر اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. منورنا يا استاذ تامر. منورنا. ربنا يخليك يا رب. عايزين بس راي حضرتك في شغل استاذ جورج. جورج ده حبيبي. حبيبي يا عم تامر. الله يبارك لك يا جورج. حبيبي. ايه راي حضرتك في شغله؟ هو من احسن الناس اللي اتعاملت معاهم بصراحه في مجال الفضه. جميل. يعني انا اي حاجه بحتاجها بوصله على طول، حتى اخواتي وعيلتي كلهم بياخدوا من عنده. تمام. تامر كان واخد دبلج جوازه مني تقريبا يعني. مش كده يا تامر؟ نعم. كنت واخد الدبله بتاعتك مني اللي اتجوزت بيها. اه حبيبي يا جورج. آه. الفينش كويس والماتيريال والحاجات دي كلها كويسه يا استاذ تامر؟ طبعا طبعا. انا كنت شغال في المجال ده من فتره كبيره، فبفهم في الحاجات دي. تمام. فاللي خلاني روحت اتعاملت مع جورج بصراحه الفينش بتاعه، والراجل بصراحه امين في كل حاجه. ربنا يخليك يا تامر، ربنا يخليك حبيبي. الله يخليك يا جورج. احنا متاكدين من كده. اشكرك يا استاذ تامر. دي شهاده كبيره جدا. اه طبعا. بصي، هو احنا دايما هتلاقي الحمد لله العمر بتاعتنا من عمر، يعني انا مثلا اهم حاجه الثقه والمصداقيه، اللي انت بتتتابع اجيال دي بتحس بنجاحك. لما تحس مثلا كانت طالبه في ثانوي وبتجي لك وهي بقت متجوزه ومعاها اولادها ومعاها بناتها، حصل لك الموضوع ده يعني الحمد لله، يعني رايح من سنه 98 تقريبا في السوق في الشارع. والناس كتير تعرفك، يعني يمكن حتى تلاقي الاب بيجيب الابن يقول له بعد كده لما تحب تشتري حاجه تعالى تعامل مع جورج هنا. تمام. تلاقي الولد لما بيخطب بيجي لك، فانت تحس بنجاحك اكيد. برضو طريقه حضرتك في الكلام، طريقتك في المعامله حبت الناس. هو بصي، اهم حاجه في المعامله والثقه ان انت تكتسب ثقه العميل بالشيء بالصدق، مش تديله اي كلام بالشغل. بالشغل تبقى صادق، اللي انت بتقوله له كله صدق، ما فيش كلمه تقولها له غلط او زياده. ما عندناش الكلام ده خالص. تمام جدا. اكيد المصداقيه اهم حاجه. المصداقيه من الناحيه الماديه اكيد. احنا بنتكلم بقى شويه عن البيج اللي احنا عرفنا نتواصل لحضرتك عن طريقه. الفكره جات لك منين؟ حضرتك يعني محقق نجاح في الستور بتاعك. ما شاء الله يعني. حاجه جميله. جات لك منين بقى الفكره انت تعمل بيدج وتحط حاجتك فيه؟ العملاء بتوعي هم اللي طلبوا مني كده كتير. لان هم كانوا في ناس كتيره مثلا عزلت، او ناس كتيره زي ما قلت لك اجيال كتيره طلعت، وناس كتيره بقت ساكنه في اماكن بعيده، فبدأوا يطلبوك. وعلى فكره ما دخلتش من فتره بعيده، ده انا داخل من فتره قريبه جدا. قالوا لي احنا يعني الشغل بتاعك بنيجي من مكان بعيد جدا عشان نتعامل معاك، لو انت عملت بيج هنقدر تبعت لنا ناس، واحنا بدل ما بنقدرش نجيلك وبيبقى في صعوبه في المصادر. فهم اللي بصراحه ساعدوني وقالوا لي واصروا ان انا اكمل في الموضوع ده عشان اتتبع معاهم ومع غيرهم كمان. أيوة. يعني حضرتك بتوصل للعميل الشغل اللي هو عاوزه. يعني قدرنا فات قصير نعمل سيستم للموضوع. جميل. وبدأنا اتعاقدنا مع كذا شركة شحن، مش واحدة بس، عشان نقدر نوصل المنتجات بتاعتنا لكل الناس ونوصل العملاء. قطع حضرتك، معنا مداخلة تانية. أم يوسف. ألو. ألو. أهلا وسهلا يا أم يوسف. أهلا بحضرتك. نورتينا. الحمد لله. مرسي حبيبتي. مرسي. منورة يا فندم. مرسي. ربنا. رأيي بس حضرتك برضو في شغل أستاذ جورج، أكيد لازم أهم حاجة نعرف الرأي. والله مستر جورج من الناس الجميله اللي ممكن تتعاملي معاهم. ربنا يخليك يا ام يوسف. فعلا. الله يخليك. ربنا يخليك ويديك الصحه يا رب. في كل حاجه، في اسلوب وفي
لمنتجات وكل حاجه. ربنا يبارك لك. لا هو الشغل بيتكلم والله يا ام يوسف، يعني احنا قدامنا كميه شغل دلوقتي. الشغل صراحه بيتكلم. ذوق رائع بصراحه. ربنا ما شاء الله. ربنا يخليك. بنت قطع ما فيش حد لابسها. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يخليك. ربنا يخليك. لا والله ده حاجه قليله عليك يا استاذ جورج. ربنا يخليك. الله يخليك يا ام يوسف. الله يخليك. الله يخليك. وفي حاجه كمان ان انت ممكن تختاري اي موديل من النت وتوريه له يعمل لك زي بالظبط، يمكن احسن كمان. ربنا يخليك. هو بس دايما ثقتكم هي اللي بتخلينا نبدع عشان ما نزعلش حد. يعني. طبعا طبعا فعلا يعني فعلا يعني في كذا حاجه كانت عجباني جدا ووريتها له وعملها لي بالظبط شبهها. ما هو عشان ده حاجه جميله. ربنا يخليك يا ام يوسف. ربنا يخليك يا استاذ. وايه رايك في الخدمه اللي بنعملها دايما مع العملاء بتاعتنا فيما بعد البيع في التصليح والكلام ده كله؟ كل حاجة كل حاجة عندك مستر جورج جميلة صراحة، يعني يا حضرتك ذوق في كل حاجة ما شاء الله. أقل حاجة بسيطة فط حاجة تلاقي الحاجة رجعت زي ما هي. ربنا يخليك يا رب. يعني احنا بقى صدقنا لما قلنا فعلا قائد من قواد الفضة. فعلا 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 يستحقها فعلا فعلا. أشكرك. ما تحرمش منك يا رب. أشكرك أشكرك يا أم يوسف. نرجع لنقطة التواصل. حضرتك بتوصل في كل المحافظات ولا محافظات معينه؟ كل المحافظات. يعني بقول لحضرتك تعاقدنا مع اكتر من 3 شركات للشحن عشان نبقى متواصلين مع ابعد الناس، لان في ناس برضو طلعت من المحافظات اللي اتجوز وراحت في مثلا في اسكندريه او راح غردقه او لاخره، بنتتبع معاه وبيتتبع معانا يعني. تمام. يعني انا دلوقتي اخترت اي حاجه وطلبتها تجيلي؟ تجيلك عادي. تمام. طب انا ما لقيتنيش في البيت، بيبقى ايه الحل؟ بص دي بتبقى اكيد دي حاجه تضايق كتير قوي بيعملها ان هو بيطلب وما يبقاش في البيت. بنحاول ناكد مع شركه الشحن دايما قبل ما توصل للعميل تكون متواصل معاه عشان تبقى في توافق للمواعيد، ما يبقاش في يعني اي قلق او اي تاخير في الكلام ده كله. ما حصلش بقى مع حضرتك موقف رخم كده، حد طلب منك طلبيه كبيره وفي الاخر قال لك لا 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 شكرا مش عاوزها؟ بصي لو هنقول ورد احنا مش هنزعل يعني، بس هو بالطبيعي كل العملاء بتاعتنا احنا بنختارهم بدقه يعني، اللي هو بحيث برضو نبقى برضو مع الناس اللي هي محتاجه فعلا الخدمه بتاعتنا. تمام. فده وارد في كل عمل، بس برضو الوارد ان انت تتعامل معاه باليون، يبقى عندك فيه ليونه في التعامل ده شيء طبيعي يعني عادي. استاذ جورج احنا سمعنا من ناس بتتعامل في الفضه ان دلوقتي الشبكه بقت فضه. نظرا لارتفاع نسبه الذهب والجرامات الذهب، فده موجود؟ بصي هو بالاكتر ان الذهب لما علي فبقى صعب على ناس كتيره ان هي تقدر تشتريه في الوقت الحالي يعني. فبدا العمليه مش شبكه فضه، عشان بس نتكلم بصراحه هي الموضوع كله بقى ان انت مثلا لو انت بتجيب دبلتين مثلا وبتجيب حاجات مثلا قليله بتبدا تطعم خاتم سولتير فوق الدبله او دبله بتبقى ذهب ابيض فوق الدبله تبدا تطعم الشبكه بتاعتك. تمام. بس احنا بنتكلم ان دايما العادات والتقاليد بتاعتنا بتحكمنا بالذهب. بس بالدهب. احنا بالذهب ممكن اقول لك دبلتين احسن من ان هي اصلا الشبكه المفترض او المعروف ان هي الهديه بتاعت العريس للعروسه، فسي بقت ب 100,000 ب 50 ب 10 دي هديتك. فاهمه قصدي؟ فهي الموضوع مش متعمم قوي او مش هو التعميم اللي احنا هنقدر ناخده كنهج يعني، لكن يبقى في تليونه هو المفروض، لان الارتفاع الاسعار اللي فيه الذهب ارتفاع جنوني بصراحه يعني. يعني خلي بالك ان الفضه برضو في الاونه الاخيره ارتفعت بنسبه كبيره جدا عن الذهب، بس هي على ما اعتقد متعلقه بالذهب، يعني ده بيرتفع ده بيرتفع برضو. هي في بورصه طبعا للمعادن، فطبعا في الفضه من الترتيب الثالث على المستوى المعادن يعني، فبالتالي هي مرتبطه بيهم، وفي نفس الوقت اللي الطلب عليها بقى عالي جدا على مستوى العالم. انه دخل في حاجات علاجيه زي حاجه اسمها الفضه الرغويه، بس دي لسه غير معتمده حاليا يعني. تمام. فعشان لذلك هتلاقي السعر بتاعها برضو عالي جدا، زادت مثلا بتاع حوالي 50-60% من 5 سنين. تمام. احنا الوقت بتاع حلقتنا جري. وانا صراحه بشكرك يا استاذ جورج على الحاجات الجميله اللي حضرتك يعني جبتها. يعني احنا نتمنى ان شاء الله مزيد من الحلقات عن الفضه، لان صراحه الوقت جري واحنا كنا عايزين نسال حضرتك في حاجات كتير وشغل كتير وجميل ومش عارفين نسال يعني كتير جدا. اللي انتوا عايزينه. وانا مبسوط جدا نورتنا وشرفتنا يا استاذ. شرفتني يا استاذ جورج. نورتونا يا جماعه. تسلمي. في نهايه حلقتنا نشكر الساده المشاهدين ونتمنى نكون عند حسن ظنكم، والى لقاء اخر مع برنامج اسرار الحياه.